كرهك ريحة النسوان يا حزمي، ما بيكون اسمي صبحي. فاصولية هدول زبطناهم، بس هاي شلون نظبطها؟ يلا نقعد على سيفنا. ألو، مرحبا. الحايك شلونك أخي؟ عندكم فاصوليا خضراء؟ كتير منيح، الله يخليك. بدنا تبعت لنا 7 وجبات. غيره سلطة. بس وينها؟ الله يخليك، ما عندك غير وجبة؟ أخي ماشي، نحن مدبر حالنا ولا يهمك. بدي إياهم تقريبا الساعة 12:30. اي بس اذا سمحت انا ما حقدر اجي اخذهم، بدي اياك تبعث لي اياهم انت من عندك. بعرف يا حبيبي، بعرف ما بتدو طلبات، بس انا ما في غير الرجال بالبيت، بعدين انا بعيد عنك عاجز. اي نقول عنوان شلون؟ اذا في شوربه بعد كمان كتر خيرك. نقول عنوان.